الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الجزائري ورئيسة البرلمان الأوغندي ويجتمع مع رئيس الوزراء. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس الأركان المشتركة السودانية. اليوم الجزائر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح ورئيسة البرلمان الأوغندي ريبيكا كادجا، كما اجتمع سيادته مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد عبد القادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه الرئيس الجزائري ضيفا كريما على مصر، وذلك في أول زيارة له إلى الخارج، مثمنا سيادته المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيرا إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة ريبيكا كاداغا رئيسة البرلمان الأوغندي، وذلك بحضور السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. السيد الرئيس طلب نقل تحياته لشقيقه رئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مؤكدا سيادته متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، ومشيرا إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أوغندا على كافة الأصعدة بما فيها البعد البرلماني والشعبي، مع الأخذ في الاعتبار الدور الهام الذي تقوم به برلمانات الدول الإفريقية في تدعيم روابط الأخوة والتضامن الإفريقي التي تجمع بين شعوب القارة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. الاجتماع شهد متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث وجه السيد الرئيس بدفع الجهود المبذولة في هذا الصدد لتفعيل المنظومة في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين على النحو الحضري الذي يليق بمصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد رئيس الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب ببكر. تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة أعمال التسلل والتهريب كافة. انطلقت أمس أولى رحلات حج القرعة، وذلك من مطار القاهرة الدولي. المزيد عبر التقرير التالي. لطالما كانت تأدية مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام وقبر نبيه المصطفى أمنية تداعب المسلمين في شتى بقاع الأرض ومنها مصر، فمن الصالة الموسمية بمطار القاهرة انطلقت أولى أفواج حجاج القرعة في طريقها للأراضي المقدسة لأداء المنسك الأعظم في الإسلام وهو حج البيت، في احتفالية أقيمت لوضعهم ووسط تيسيرات مقدمة لهم من وزارة الداخلية. في ضباط هنا بتبقى موجودة عشان خدمة الحجاج والاستفسارات. استحدثنا وعظات لأمهاتنا الحجاج، تواصلنا مع وزارة الصحة، عملنا تكامل إلكتروني معهم عشان حالة الحاج الصحية، بحيث يبقى الحالة موجودة وإحنا عارفين مسبقا الحالات المرضية اللي محتاجة علاج أو محتاجة غسيل كلوي أو محتاجة علاج كيماوي للحجاج المرضى. بعثة حج القرعة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة باختيار فنادق الإقامة قريبة من الحرمين، إضافة إلى خدمات الإرشاد والإعاشة والتفويج والرعاية الصحية. فنادقنا كلها في مكة في شارعين، شارع إبراهيم الخليل وشارع أجيال، وفي المدينة على ساحة الحرم. السنة دي خدنا فنادق من بابها
فندق كامل في المدينة اسوة بمكة، بحيث ان يبقى متابعة الحجاج والتيسير عليهم يبقى في فندقين بس. سعادة غامرة على وجوه الحجاج، فهي حجة قد تكون واحدة في العمر وفرصة للاغتسال من الذنوب والخطايا، لذلك تهفو القلوب وتشتاق لهذه الزيارة. مبسوطة ان انا ربنا كرمني وطلعت في الحج، كنت بقدم بقالي كذا سنة وربنا كرمني السنة دي. والله انا بقالي 6 سنين بقدم والحمد لله ربنا كتبها لي عن طريق الداخلية بفضل الله. جوازات سفر شهادات حاجات دي كانت في منتهى الحلاوة، مفيش عطل خالص. احلى واجمل معاملة وانا بقدم في الاسم، اسم الهرم شؤون إدارية، بهم شايلين نشيل، لقيتهم بيتصلوا بيا وجاي لي 3 رسائل على الموبايل، مبروك فوزكم بحج القرعه. جت سريعه كده بسرعه، ادونا الجوازات في المغرب، قالوا لنا السفر بكره، الحمد لله. حمدنا ربنا سبحانه وتعالى ان هو طلبنا لبيت الله، البيت بتاعه. يحتضن استاد القاهرة اليوم في 9 مساء المباراة التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية. هذا ووصل صباح اليوم 3000 مشجع جزائري، وذلك لمؤازرة منتخب بلادهم ببطولة الأمم الإفريقية. كما تحيي الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 بمشاركة أحد نجوم الغناء الأفريقي، على أن تكون مدة الحفل 8 دقائق فقط ويسبق المباراة الختامية.